الصعود إلى القمة أعلى مناطق مديرية الوازعية وكهبوب يتطلب جهداً مضاعف، وتلك لا يدركها سوى مقاتلين من هذا النوع وعلى هذه الأرض التي تقاسمهم الملامح. مشقة بالغة تحتاجها التحركات هنا، لكن ثمة جهود أيضاً يبذلها هؤلاء للتحقيق التقدم عسكرياً، وليس افتقارهم للسلاح وحده ما يعقد إنجاز مهامهم ومواصلة التقدم في مناطق المديرية، بل تسهم التضاريس المعقدة أيضاً في إعاقة تحركاتهم. على الرغم من كل ذلك، يواصل مقاتل المقاومة الشعبية الانتشار في المناطق التي سيطروا عليها في كهبوب والوازعية بمشقة بالغة، يستمرون باجتياز المسافات ولو مشياً على الأقدام، عازمون على تخليص مناطقهم من ميليشيا الحوثي، ويؤكدون ذلك وهم يبدون حماساً في التنقل ونقل معداتهم القتالية بين جبهة وأخرى. المقاومة التي لم تعد نفسها ولم تتلق تدريباً لهذه المعارك تخوض المواجهات بكل استبسال وتضحية، متمسكة بموقفها في الخطوط الأمامية، بينما تتعرض قراهم ومساكنهم من وقت لآخر للقصف بقذائف مدفعية من قبل عناصر الميليشيا. في الخط المقابل لجبهة كهبوب والوازعية وتحديداً في الجهة الجنوبية الغربية لمحافظة تعز، يواصل الجيش الوطني خوض معاركه محرزاً تقدماً في مديرية مقبنة. فالمناطق التي تأخذ صعوبتها أيضاً من نفس التضاريس المعقدة في منطقة المضاب والنبيع والقلعة التي لم يتردد أفراد الجيش بمواصلة القتال فيها وتحقيق تقدم مهم يضاف إلى حصيلة الإنجازات التي حققها الجيش والمقاومة على الشريط الساحلي والمناطق الجنوبية الغربية خلال اليومين الماضيين.